بسم الله ما شاء الله، احنا كنا فين وبقينا فين؟ بيتهيألي النهارده احسن كتير. الحمد لله. مش عارفه اقول لك ايه. لا ما تقوليش اي حاجه، ما بحبش الكلام ده خالص، بس انا شايفه ان انتي لازم تدخلي مصحه. لا يا دكتوره ارجوكي بلاش مصحه. ما حبيبتي انتي هتخفي ازاي؟ شوفي اي طريقه تانية بس بلاش والنبي موضوع المصحات ده. هخترع طريقه؟ يعني دي بروتوكولات وعلاج لازم تتنفذ عشان تخفي. نجيب ممرضة عندي هنا في البيت. مفيش ممرضين بيرضوا يقيموا مع مدمنين، بيخافوا حتى لو اديتيهم مليون جنيه. أرجوك طب شوفي لي حل تاني بس بلاش والنبي موضوع المصحات ده. طيب سيبيني افكر لك في حل تاني. ربنا يكرم، ربنا يكرم، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. لا 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 لا، بقول لك يا استاذه، لا اللي انت بتقوليه ده جنان، ولو اتمسكنا انا وانت والله هنقضي بقيه حياتنا في السجن. يا ابني واحنا داخلين نسرق؟ يعني هو البوليس بياخد بالنوايا يا استاذه؟ يعني احنا لما نتمسك في مكتب محامي كبير في نص الليل نقول له لا والله مش جايين نسرق، ده احنا جايين ندور على سب صحفي ودليل في مكتبه على مين اللي حاول يقتله، فيقوموا بقى مصدقيننا على طول بقى ويمشونا، ونقابه الصحفيين تكرمنا وتطلع لنا شهادات مش منطق. يا حبيبي يا حبيبي لازم تفهم اننا سلطه رابعه. يعني في ثلاثه قبلينا ممكن ينفخونا اهو. يا ابني افهم، احنا سلطه رابعه واكيد داخلين مكتب محامي مضروب بالرصاص لغرض سبق صحفي. انا مش عارفه افهمها لك ازاي. طب اللي انت بتقوليه يا استاذه ده مش مظبوط، ولو اتمسكنا هنقضي بقيه حياتنا يا فطره يا فابو زعبل على حسب المربع السكني. حمدي انا عارفه انا بعمل ايه كويس. بص بقى، احنا هنيجي من ظهر العماره ونطلع على الكمبريسر بتاع التكييف. نعم نطلع على الكمبريسر بتاع التكييف. ده فيما يخص حضرتك. طب وانا الكمبروسر ايه اللي هيستحملني؟ ولو الكمبروسر ضغط على نفسه واستحمل ده المروحه هتفلق. انت ما بتفكريش فيا ابدا ابدا. ماشي يا جبان، خليك انت واقف تحت مراقب لي الجو وانا هطلع لوحدي عشان لما تقفش ما تبقاش تشيل هم. خلاص استني هاجي معاكي عشان انا مش جبان، بس انا هقعد بعيد شويه عشان انت لو اتمسكتي بس ما تجيبيش سيرتي والنبي، وهصورك كام صوره كده وانت طالعه. ماشي يا حمدي هنزلهم على خبر القبض عليك. يلا يا حمدي يلا يلا يلا. تحب قهوتك ايه؟ زيادة ولا مظبوط؟